قاطعاً الطريق أمام كل ما تروج له أجهزة الإعلام المغربي حول وساطات خارجية بين الجزائر والرباط، وزير شؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة ينفي أي وساطة في هذا الشأن الذي لا يحتمل حسبه وساطات. كيف لا ودواعي قطع العلاقات بين البلدين قوية وأوصلتها إلى مستوى سيء. هذا الموضوع لا يحتمل وساطات، لا فيش وساطة، بغض النظر عن من تربطون به ويربطوا بعض الأجهزة الإعلامية هذه الفكرة، فليست هناك أي وساطة، لا بالأمس ولا اليوم ولا غدا إن شاء الله، لأن الموقف الجزائري موقف واضح، وأن قطع العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية وجاء ليحمل الطرف الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيء ويتحمل المسؤولية كاملة غير منقوصة. المسؤول والأول عن الدبلوماسية الجزائرية أشار إلى كثافة وثراء أجندة التعاون التي تميزها التوافقات وتطابق الرؤى، سواء تعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول، ما يجعل الموضوع غير مطروح. لدينا من المصالح المشتركة ومن التوافقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ومع الدول الأخرى عربية كانت أو إفريقية وغيرها، ما يجعلنا نلتقي مع زملائنا ونتحاور ونعقد اتفاقات ونركز على مصالحنا واهتماماتنا من دون أن يتدخل موضوع من هذا النوع في جدول أعمالنا. العمامرة لم يفوت الفرصة للحديث عن إنجازات الدبلوماسية الجزائرية وما يطبعها من ثقل وجاذبية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. جاذبية الدبلوماسية الجزائرية مبنية على ما سبق وأن أنجزته من أعمال تسجل بأحرف من ذهب، أن هذه الدبلوماسية ساهمت فعلا في ثورة التحرير كما ساهمت في بناء الدولة العصرية الديمقراطية، كما تدافع وما زالت تدافع الدبلوماسية الجزائرية على مصالح الوطن في علاقات البلد مع العالم الخارجي. الجزائر صانعة لقرارها السيادي يتجلى في سياستها الخارجية وبمبادئها الثابتة بما فيها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبدأ لن تحيد عنها.